بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، وإن شاء الله تكونون متابعين ومستفيدين ومستمتعين معنا في نفس الوقت. ورد اليوم أيضا نعطيكم شيء كوكتيل أو ميكس من بعض المعتقدات الصحية اللي موجودة عندنا، هل هي صحيحة أو مو صحيحة، وني على معتقد شائع جدا هو أن الشاي يحرق الحديد. فتلقى هذه النصيحة يعني ما أن صارت عزيمة وكذي وبعد الأكل والوجبة يقول لك أن لا تشرب شاي، الشاي يحرق الحديد، هل هذا الكلام صحيح أو مو صحيح؟ هذا الكلام فيه من الصحة لكن ليس دقيق لغويا، يعني بمعنى أن الشاي يحتوي على مادة تسمى التينانين، ومادة التينانين هذه ممكن إذا أخذتها أو دشت الجسم بعد وجبة تحتوي على الحديد أن تحبط امتصاص الحديد بصورة تصل إلى 50 أو 60%، خاصة إذا كان هذا الحديد من المصادر الحيوانية. يعني شنو؟ يعني إذا أكلت مثلا مشموس لحم أو لحم أو مثلا حمسة شبدة، أنت بتأكل عشان الحديد، وبعدها شربت شاي، الشاي يحتوي على مادة تسمى مادة التينانين، وهذه المادة مو تحرق، ماكو شيء اسمه يحرق، يعني ماكو عملية حرق للحديد في المعدة وإنما أو الجهاز الهضمي، وإنما هذه مادة التينانين تحبط أو تقلل من امتصاص الحديد إلى الجسم بنسبة ممكن تصل إلى 50 أو 60%. هذه هي الحقيقة العلمية. فهل الحين هل هي عادة صحية شرب الشاي بعد الوجبة أو مو بعد الوجبة؟ يعتمد. طبعاً إحنا نقول أغلب الناس خاصة الرجال تكون عندهم نسبة الحديد في أجسامهم جيدة ومرتفعة، وهؤلاء الناس إذا كانت نسبة الحديد في جسمك جيدة أو مرتفعة فإن ما يضر أنت من وقت لآخر تبي تشرب شاي بعد الغداء، أنت متعود على الشاي بعد الغداء ماكو بأس، يعني ما راح يكون في ضرر صحي لأن أوردي نسبة أو كمية الحديد اللي في جسمك جيدة جدا ومرتفعة. فهؤلاء الناس الذين لا يعانون من فقر دم ونسبة الحديد اللي عندهم أو نسبة الهيموغلوبين عندهم وضمن يعني الحدود المتوسطة والعليا، فلا بأس أنهم يستمتعون بطعم الشاي اللذيذ بعد وجبة الغداء. لكن الناس وخاصة من النساء أو البنات أو اللي عندهم نسبة الحديد نسميها على الحفة وعندهم فقر دم، هؤلاء الموضوع راح يفرق معاهم. يعني تخيل أن هذا الشخص أو هذه الإنسان عندهم فقر دم ونقص في الحديد وعندهم أيضا نقص في مخزون الحديد، وأنت تبي يعني كل جرام من الحديد تأكله تبي أن يمتص وتستفيد منه، فتشرب الشاي بعد الوجبة فيصير عملية إحباط لامتصاص الحديد. فتخيل الوجبة اللي ممكن تأخذ منها على سبيل المثال 5 جرام أو 6 جرام حديد، قاعد تأخذ 2 أو 1 جرام بسبب أنك أنت قاعد تشرب الشاي. هؤلاء الناس نقول لهم نعم، الأفضل لكم والأسلم أن تؤجلون شرب الشاي إلى ما بعد 2.5 أو 3 ساعات بشكل آمن بعد الوجبة، حتى تتأكد أن امتصاص الحديد في جسمك قد تم، يعني كل الحديد اللي كلته راح يمتص وبالتالي تستفيد منه لرفع الحديد ورفع مخزون الحديد. هذه نقطة مهمة جدا أتمنى عرفناها، أن الشاي ما يحرق الحديد وإنما يحبط امتصاص الحديد، وأن موضوع أن أنت إذا حديدك عالي أغلب الرجال ماكو مشكلة بشرب الشاي، لكن الناس اللي عندهم فقر دم أو البنات النساء اللي عندهم فقر دم يجب أن ينتبهن، خاصة إذا هم في الفترة العلاجية والطبيب قاعد يقول لهم كثروا مصادر حديد ونبي نرفع المخزون، فبالتالي ما ينفع إحنا نرفعه من صوب والحديد قاعد ينزله، عفوا الشاي قاعد ينزله من صوب. لذلك استمتعي بطعم الشاي، مو ممنوع الشاي لمن يعاني من فقر الدم، لكن نقول بعد الوجبة بساعتين ونص أو 3 ساعات. وعلى العكس من الشاي دائما نكرر ونعيد أن فيتامين سي هو صديق الحديد فيساعده على الدخول بالدم، فاللي عنده فقر دم عصير ليمون أو برتقال مع الغداء أو عصرة ليمون على السلطة أو على الأكل راح تساعد الحديد أنه يمتص في الجسم. خلنا نأخذ فاصل قصير ونرد نكمل في موضوع فقر الدم والحديد. رجعنا لكم بعد الفاصل والحديث متواصل حول موضوع الحديد وفقر الدم وعلاقة الشاي فيه. فقلنا أن الشاي لا يحرق الحديد وإنما يحبط امتصاص الحديد في الجسم بعد الوجبات، لذلك الناس اللي عندهم فقر دم أو حديدهم على الحفة أو اللي قاعدين يرفعون مخزون الحديد يجب عليهم أن ينتبهون من شرب الشاي مباشرة بعد الوجبة. وإذا قلنا الشاي ترى مو بس الشاي الأحمر،
والشاي الأحمر بصورة عامة هو أكثر يعني نوع من أنواع الشاي يحبط امتصاص الحديد، لكن أيضا الشاي الأخضر والشاي الأبيض بصورة أقل. فنقول اللي عنده فقر دم نفس الكلام ينطبق على الشاي الأخضر، مو إنه بعد الوجبة خلاص هذا مو شاي أسود أو أحمر راح أشرب الشاي أخضر، لا، أيضا الشاي الأخضر ممكن أن يحبط امتصاص الحديد، لذلك من الأمن أن تخليه بعد ساعتين أو ساعتين ونص كل هذه يعني مشروبات الشاي بأنواعها. طبعا إذا قلنا عن الحديد ومشكلة الحديد وفقر الدم، أنا كطبيب عائلة أقول لكم أن هي من أكثر المشاكل شيوعا التي تعاني منها يعني بالمجتمع، خاصة فئة البنات أو فئة النساء، لأسباب متعددة طبعا. إما أن يكون سوء تغذية، يعني الناس كلهم مو زين، وجبات جاهزة، ما يكون كميات حديد، ما يكون كميات المصادر الطبيعية المحتوية على الحديد، أو يكون هناك فقدان للدم سواء غزارة بالدورة الشهرية، أو يكون هناك سوء امتصاص. يعني بعض الناس خاصة بعد عمليات السمنة والتكميم تكون عملية تكون الشهية قليلة أصلاً، فكمية الأكل قليلة، وأيضاً يعني الامتصاص الحديد في الجسم يكون ما يكون بالشكل الكافي، لذلك يصاب الموضوع بفقر دم. وفقر دم خلينا نوضح بس الموضوع، إن الناس بس يعني تحاتي موضوع تساقط الشعر أو تقصف الأظافر أو التعب، هو صح هذا من أعراض فقر الدم أو نقص الحديد بالجسم اللي قلناه، ممكن أشهره أو البنات يخافون منه هو تساقط الشعر، لكن الحديد لما ينقص في أجسامنا هذه إشارة خطيرة جدا، لأن يعني من أهم وظائف الحديد في أجسامنا إنه موجود في كريات الدم الحمراء، وهذا الحديد هو ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم. فتخيل لما يكون عندك الحديد نازل بسرعة تحس بالتعب والإرهاق، أو يمكن تركب دريتين أو تسوي مجهود بسيط تلقى قلبك يدق بسرعة وتعبت. هذا ليش؟ هذا يعني أن الأنسجة أو العضلات مو قاعد يعني يوصل لها أكسجين، لذلك في عطش شديد من خلايا جسمك وأنسجته للأكسجين. الموضوع مو بس موضوع تساقط شعر وموضوع تقصف أظافر، لا، الموضوع أخطر. اللي عنده فقر دم فجسمه مو بحالة التوازن الطبيعية، اختلال الجسم موجود، وهذا راح يؤثر على كل أعضاء الجسم. راح أضرب لكم مثال الحين، إذا الحديد نقص في أجسامنا القلب شنو يضطر أنه يواكب أو يتأقلم مع الموضوع؟ راح يدق زيادة عشان يوفر دم أكثر حق أعضاء الجسم. لذلك اللي فيهم فقر دم من أعراض فقر دم الرقعة، تحوشهم رقعة، ولما قلبك يدق زيادة مو يوم ويومين، أنت قاعد أشهر، خاصة إذا ما عالجت مشكلة فقر الدم قاعد تحط حمل على قلبك، وممكن هذا يؤدي إلى مشاكل لاحقا بالجهاز الدوري وتضخم القلب وارتفاع في ضربات القلب وارتفاع في ضغط الدم، وهذا كله على مشكلة بسيطة جدا. لذلك لا تستهين، أو حتى حق خواتنا النساء لا تستهينون في مشكلة فقر الدم. أنا صراحة وايد أزعل لما تيني مثلا مراجعة بالعيادة وتسوي الفحص وأقول له ترى عندك فقر دم، تقول لي إيه دكتور صار لي سنين وسنين أنا فقر دم، كله عندي فقر دم. فأقول له ليش عندك فقر دم؟ ليش ما رحت عند أخصائي دم؟ ليش ما رجعت الموضوع؟ أنت ليش عندك فقر دم؟ ليش ما عالجت الموضوع؟ تقول عادي تعودت. لا، من الغلط جدا أن نخلي أجسامنا في حالة من عدم الاتزان، سواء كان هذا نقص حديد أو نقص فيتامين B12 أو أيا كان، حتى جسمك وجهاز مناعتك ونومك وجهازك الدوري وجهازك الهضمي يعملون في أكفأ مستوى لهم، لازم تتأكد أن مستويات هذه المعادن ومستويات هذه العناصر في جسمك ضمن المستويات الطبيعية حتى لا تؤثر فيها. فاللي في عنده فقر الدم أتمنى رقم واحد ما يهمل الموضوع، رقم اثنين ما يستهين بالموضوع، رقم ثلاثة مو بس يأخذ علاج لفقر الدم وإنما يقول حق الطبيب أو يطلب تحويل حق أخصائي الباطنية أو أخصائي أمراض الدم، دكتور أو دكتورة أنا ليش عندي فقر دم؟ مو بس موضوع أخذ رب حديد وأخذ حبوب وينتهي الموضوع، وإنما يحتاج إلى متابعة ونشوف ليش عندنا فقر دم ونعالج فقر الدم. فأتمنى يعني معلومة حلقة اليوم إن إحنا ما نستهين بفقر الدم، وإن إحنا نأخذه بشكل جدي، وإن الشاي ما يحرق الحديد وإنما يحبط امتصاص الحديد قليلا. ونصل لنهاية حلقة اليوم ببرنامجكم رسائل صحية، أشوفكم إن شاء الله غدا في نفس هذا الموعد، مع السلامة.